إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، تحية للجميع مباشرة من ضواحي قلعة سراغنو، بالضبط من جماعة أولاد يعقوب. كانت تواجدوا مدارس أولاد يعقوب، مجموعة مدارس أولاد يعقوب اللي تواجد فيها مكتب التصويت. مشاهدي قناة شوف تيفي، كنشوفوا إقبال كبير اليوم هنا بالعالم القروي في يوم الاقتراع، يعني بمناسبة الانتخابات اللي كتهم المجالس الجماعية والجهوية ومجلس النواب. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي، فإقبال كبير هنا بالعالم القروي، كنشوفوا توافد المواطنين على هذا المركز أو هذا المكتب للتصويت اللي كيتواجد في مجموعة مدارس أولاد يعقوب ضواحي قلعة السراغنة. كما قلت مشاهدينا، فإقبال كبير على مراكز التصويت هنا بجماعة أولاد يعقوب. يعني في هذه الاستحقاقات الانتخابية اللي كتخص المجالس الجماعية والجهوية وكذلك مجلس النواب، فكما قلت مشاهدينا إقبال كبير على مكاتب التصويت هنا بالعالم القروي. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى هنا سينا.